نروح بقى للكان. تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، ودي مفاجأة لأن المنتخب ده كان هيخرج، ده متأهل أحسن توالد، ده كان هيخرج في أول دور ومغلوب 4-0 وأقل مدربه وهم بمدرب مؤقت بيوصلوا للنهائي. هيواجهوا نيجيريا في المباراة النهائية اللي هتقام إن شاء الله يوم الأحد المقبل على ملعب الحسين وطار في كوت ديفوار. تأهلت حسن وطار، أنا آسف، اتأهلت المنتخبات دي خلاص لنهائي أمم أفريقيا للكان بعد الفوز على الكونغو. نيجيريا فازت على الكونغو الديمقراطية بهدف مقابل لا شيء، كوت ديفوار آسف فازت على الكونغو الديمقراطية هدف مقابل لا شيء في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الحسن وطار في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار. في المقابل بقى تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب السلام في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين كوت ديفوار ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل، وهتنطلق في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا الكان ده مختلف عن كل البطولات الأفريقية اللي فاتت. المربع الذهبي ده كل المربع الذهبي الأربع فرق ولا واحد فيهم كان متصدر مجموعته. ده كوت ديفوار كان أحسن توالد، ولولا جون نيجيريا نفسها كانت تاني مجموعتها. كوت ديفوار لولا جون مصر التاني في آخر مباراة لينا ما كانتش اتأهلت. وفوز زامبيا نفسها برضو في نفس المباراة قدام غانا، زامبيا وغانا. المباراتين دول أهلوا كوت ديفوار كأحسن توالد. كوت ديفوار من أحسن توالد لنهائي بطولة الكان. دي حاجة مش عادية. نيجيريا من مركز تاني لنهائي بطولة الكان، ولا فرق من اللي كان متصدر مجموعته وصل للمربع الذهبي. ودي مفارقة غريبة جدا إن الفرق اللي تصدرت المجموعات كلها، لأن طبعا إحنا مثلا كانت مجموعتنا الراس الأخضر. طبعا عمل منتخب رائع وعمل ماتشات كبيرة لكنه ما عندوش النفس الطويل للبطولات اللي زي دي. نفس الكلام الفرق الكبيرة كلها اللي اتأهلت، المغرب مثلا. المغرب في مفاجأة كبيرة جدا خرجت من دور ال 16. وطبعا ده لان بطوله افريقيا اللي قلت لحضراتكم مختلفه عن كل البطولات، لازم ندرس اللي حصل فيها وان شاء الله تكون مرحله موفقه قادمه للمنتخبات المصريه في البطولات اللي جايه يعني. لكن احنا لازم ندرس اللي حصل في الكان ده. الفرق الجديده دي وصلت لكده ازاي؟ الفرق اللي تاهلت للنهائي من مراكز تانية دي تاهلت كده ازاي؟ نتمنى ان يبقى في لجنه تقييم في الكان او لجنه احصائيات في الكان تفهمنا الكلام ده، زي ما في الفيفا كده في ارسن فينجر. اللجنه بتاعت ارسن فينجر لجنه هايله الحقيقه يعني، بتعمل تحليل للاداء الفرق اللي كل الفرق اللي بتشارك فيها. اللجنه دي بتعمل فيها تحليل. نتمنى يبقى في كده في افريقيا عشان ندرس الحالات دي.